ورابعهم خير البرية بعدهم. ثم من بعده عمر، من بعده عمر الفاروق، سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، لما أسلم اعتز الإسلام بإسلامه، وكان المسلمون قبل إسلام عمر كانوا مستضعفين ومختفين في دار الأرقم، فلما أسلم عمر رضي الله عنه خرجوا معه إلى المسجد الحرام، وكان لا أحد يقربهم ومعهم عمر رضي الله عنه. ثم أسلم حمزة هو الثاني فكان مع عمر، فحينئذ أعز الله الإسلام بهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فأعز الله به الإسلام، ولذلك سمي بالفاروق، وهو الخليفة الثاني، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق كما في البخاري وغيره، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المستشاران للرسول صلى الله عليه وسلم. والوزير هو الموازر والمؤيد، الوزير هو المؤازر والمؤيد لولي الأمر. قال الله جل وعلا في موسى: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يؤازره. وقال لأن موسى دعا ربه فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا هو الوزير الذي يشارك في الرأي ويؤازر ولي الأمر ويشير عليه بالنصح. فأبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن هارون عليه السلام وزير موسى. نعم.